بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فنان ميدويف ميدان أو ميدات يوسف. أولا نحيي كل الأسرة الفنية لولاية غريزان، وبمناسبة المسابقة الوطنية التي أطلقتها الإذاعة الوطنية تحت عنوان شباب جزائر يغني الجزائر، فرصة لينا أولا ولكل الفنانين خاصة المبتدئين باش يشاركوا في هذه المبادرة. الحاجة المليحة كذلك هي زرع الروح الوطنية بين الشباب، كذلك من أجل إطراء مكتبة الأغاني باش تكون أغاني وطنية ماشي غير في إذاعة غريزان، في كل إذاعة الوطنية تكون أغاني هادفة ووطنية وتكون في القمة إن شاء الله. ثم مشكورين على هذه التظاهرة. بارك الله. شكرا.